بسم الله، السلام عليكم. معكم كابتن عباس. هنعمل تمرين تنفس ادفانسد متقدم، يعني اللي ما عنده خلفيه تمارين تنفس يمكن هذا يكون صعب عليه. انصح انه هو يجرب تمرين تنفس حقت البيجنرز. هذا التمرين يقال انه يساعد في افراز ماده الدي ام تي، موجود على اليوتيوب بس باللغه الانجليزيه. انا شفت اكثر من فيديو وجربته بنفسي، صراحه رائع جدا، وحبيت اترجمه للعربي ونجربه مع بعض. اللي جرب يحط لنا في تعليق ايش شعوره بعد ما اخلص من هذا التمرين. طبعا لما اسويه افضل انه انا اكون مستلقي نايم. انا حكون جالس هنا عشان بس اشرح التكنيك، لكن افضل واحد يكون نايم مستلقي على الارض في بيئه امنه، وطبعا تكون المعده شبه فارغه من الطعام، ما يكون ماكل ويجي يسوي تمرين تنفس. هذه قاعده عموما في كل تمرين تنفس، لازم المعده تكون خاليه من الطعام. اوكي، طريقه التمرين انا حسوي 50 مره تمرين تنفس. ححط من خل... يعني في خلال اللي حسويه ححط ترانسفورميشن بريث، ححط ويم هوف بريذنج اكسرسايز، وحسوي بريث اوف فاير. اخر 20 حسوي بريث اوف فاير. اول 10 حتكون بطيئه، بعدين اسرع تدريجيا. اخر 10 في ال 50 حتكون هي اسرع 10. اوكي، بعد ما اخلص حطلع كل الهواء. بعد ما اخلص ال 50 مره انا بشرح الطريقه كلها على بعضها، بعدين حنسوي الان عملي. اطلع كل الهواء برا بعد ما اخلص، بعدين حاخذ نفس جدا عميق، وبعدين حاعمل سكويز من كل المناطق اللي في جسمي ابتداء من المولابندا وانا طالع عند المعده الصدر لين اوصل عند الراس. هنا حركز هنا في اخر التمرين، حركز في المنطقه هذه لمده تقريبا 10 ثواني او اكثر، وبعد كده اطلع الهواء ريلاكس وافضل في الوضعيه اللي انا فيها اللي كنت جالس فيها مستلقي. حتى الفيديو ذا خلص ممكن واحد يفضل مستلقي شويه يتنفس بعمق وببطء. هبدا الان. اوكي، سو هبدا في الاول تمارين اول 10 من ال 50 بطيئه جدا. هاخذ نفس من الانف وممكن اطلعه من الفم. تاني 10 أسرع شوية، ويم هاف ستايل. ثالث 10 أسرع شوية من الفم، transformational breath style. فضل عيونكم مغمضة. آخر 20 حسويها breath of fire اللي هو بحرك فيها بطني مع التنفس. آخر 10 أسرع 10. آخر نفس عميق. exhale. الآن انهيل، سكويز المولاباندا، اطلع فوق المعدة، كاتب نفسي، خلي النفس جوا صدري لفوق للراس، اركز في المنطقة هذه في النص بين عيوني الاثنين في الجبهة، اكتب نفسي 10 ثواني على الأقل.